ونيابه عنه اعقاب الاسره ولا راحه تقريبا قاموا كل الحاضرين الذين شاركونا ذكرى 40 وفاه والدي الاستاذ علي بن محمد الحشري. وفي هذا المقام نود الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والتقدير والاحترام للقائد العميد مختار النوري قائد حكومه الرجل الكريم وهذا هو قام اسلام الاسلام ولقياده السلطه المحليه الممثله بمدير العام الاستاذ عبد الفتاح حيدر ولقياده المجلس الانتقالي الممثله بالامين نادي التربيه واداره التربيه والتعليم مدير الحرمين الممثله بالاستاذ عبد الحكيم صالح ناصر وجميع الذين اسهموا في الاعداد والتحضير لنجاح فكره 40 والدنا ونقدر مخالفتنا وتقديرنا على مراسلتكم لنا وصلتم مشاعركم تجاهنا في مصاب الجهه وهذا ما فقط عن قلوبنا هذا الاضطراب وقساوته وان كان قد فارقنا والدي في سنه الذي عانت فيه من اعباء عزه الا ان لم تدريه يوما عن تاديب مهام الواجبات الاسريه والمهنيه والوطنيه وضحى والدي بحياته من اجل خدمه المجتمع وكان من اشجع واكرم الاشخاص الذين عرفتهم في حياتي ولا شك ان روحنا علينا راضيه ومبتسمه لكل ما ترك من مال والمواقف والاعمال الصالحه التي حققها بنا الله سبحانه وتعالى وعباده الصالحين. اليك في الحديث الى من رجع الى من الباس الذي من ذنبي الى من علمني ان اصمد ما ظروف الحياه هذا ما العقل المدبر والراعي لكل افراد الاسره والحاضر لكل في الحول فكان نعم الاب والجد والخال والعم والاخ والصديق والزميل والاستاذ المربي والمال التربوي التعليمي والمناظر الوطني الذي يمتلى قلبه بحب وطنه وكرامته ولذا ما كان الوالدين رحمه الله عليه كثير من ابناء الجنوب والاحرار يعلم بعود الدوله الجنوبيه التي تراعى فيها لذلك وقد انطلقوا من بدايه الحراك الجنوبي السلفي في 2007 مشاركا وداعما في كل الفعاليات في دكان المعلم والظاهر وغيرها وعند تاسيس كان احد اعضاء الاحالي في دكان حميدين مركز نابوسه ولذلك فقد كان عام تسجيل عائلي في صباح يوم مباشر وهو فرح بالانتصارات التي تحققت في شبوة وكان يردد عادة شبوة على الجبر وهذا يعني ان والدي رحمه الله عليه كان متابعا مشرفا بحفظ الوطن الجنوب ولا يعرف اسبوع افضل لهذا الارض الجنوبي الطاهر ويحلم بيوم استعدد لا كان بزياده ولذا فقد قرت فينا وفي جميع العالم هذا المبدا النضالي وهذا الحب والعزه والكرامه الجنوبيه الاصيله فرحمك الله يا والدي ورحم كل شهداء اليوم. ابائي واخواني حاضرون الجميع كما انا سعيد بكم اليوم وانتم هنا الى الجوار نتذكر مع السيره العطره لوالدي رحمه الله عليه اننا نشعر بتبع مشاعركم وحبكم والله ما جعلنا نتحمل نقاط ولا نواحي بنا وهذا مصاب الجلد وهذا يدل على اسرتكم ونجد حبكم وفاكم واخلاص الروح الى الفضاء تدعوكم نسال الله ان لا يكون مكروه بما تحبوا وبارك الله في اعماركم وفي اهلكم ويسر الله اموركم ونسال الله ان يغفر الوالدين ويشفي المسيح في ناجح ويغفر له في غفر روحهم رياضينا ولا يسعنا الا ان نقول لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده في المدار وانا لله وانا اليه راجعون.